ليلة بألف ليلة وليلة، لا بل أكثر، وهي ليلة ميسي. هنا الكامب نو، وهنا عزف النجم الأرجنتيني إيقاع مباراة المربع الذهبي ضد ليفربول بفوز فريقه برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة. وسجل صاحب القدم اليسرى هدفين في مرمى ليفربول ليرفع رصيده إلى 48 هدفا في 46 مباراة خلال الموسم، رقم قياسي آخر لأسطورة كاتالونيا. في هذه اللحظات لا يمكن إيقافه، لم نتمكن من الدفاع أمام الركلة الحرة، يا لها من ضربة، إنه لاعب على مستوى عالمي رائع. هدفه الثاني ربما لم يكن الأجمل، ولم يكن أجمل هدف في مسيرة ميسي، لكنه يظهر مهاراته. وقبل موقعة ليفربول راهنت الصحف الإنجليزية على المدافع فان دايك بإيقاف ميسي، ثم من وصفها منافسة على الكرة الذهبية بين النجم الأرجنتيني والمدافع الهولندي، لكن لا شيء يصعب على ليو. فبعد الفوز بلقب الدوري الإسباني لا يكتفي الأرجنتيني بلقب واحد هذا الموسم، فقد صرح في السابق أنه يريد الفوز بكل الألقاب المحلية والعالمية. فكما وصفوه عشاق الكرة، نجم من كوكب آخر.